نمشي عبيد لبلاد الناس ولا نبقى عبيد في بلادي. انا تونس كرهت خطر مضطهد بالرسمي، كرهت بلادي. تو كان يعطوني فيزا نيجيريا الكامرون نمشي غادي نرتاح. بطل بالدستور حق كل مواطن مواطن العمل خدمه، هكا ولا يعطيني خدمه. يقول له فين عرق بعد عرق، يقول لك ما نعرفش نومبر قديش، اما يعرفوك يموت قص الشهرية في نهار. تونس شنو عامل مزية على مواطن؟ حب نفهمها. يقول لك مجانية التعليم قرينا بالفلوس، مجانية النقل نقلنا بالفلوس، مجانية الصحة بالفلوس، هي شنو المزية اللي عملت علينا تونس؟ عندي الوثائق اللي أنا خيطت فمي، واللي أنا خناخ عملت سلسلة وعامل ماشنج، واللي أنا صبيت على روحي ليسونس. نكملوا في 12 مليون تونسي، نحن 6 ولا 7 ملايين، مش 6 نحن 10 ملايين، نكملوا فك زوز ملايين لاباس عليهم في تونس. انا كمواطن حقي باش نفكوا مفهوم سيب بالقوه بالسياسه في تونس، حقي نفكوا. خلونا نحن شباب 7 ولا 8 ملايين نمشوا وعيشوا القراريم وحدكم لهنايا. القراريم مش شياب اكل فقراء، شياب لاباس عليها نقولوا نحن. تخدموا في الحظيرة هكا وعندكم نفس المشكلة بارامون، مشكلة ترسيم والمشكلة، قدم لي روحك واحكي لي المشكلة. كريم نجيمي من عمال الحظيرة متاع مكثر، معتمدية مكثر ولاية سليانة. احنا مضطهدين من هذه من بلادنا، معناها مستغلينا في بلادنا، يخلصوا فينا ب 397 دينار اللي نحن نخدموا في البوستيات الكل، نخدموا في 8 سوايع متاع واحد مترسم، ما عندناش حقوق عنا واجبات. معناش حقوق في الحظيرة، يتكلم يقول لك حظيرة ما فيش. عندنا كارني اسمه كارني أدول، ما هي اللي ترقد في السبيطار تخلص كارني أدول، والحكومات اللي جاية تجي ديما بالوعود ديما وعد، أنا مش نرسموكم، اصبروا معانا، اصبروا مع تونس، صبرنا 10 سنين مع تونس، هاي تونس ما صبرتش علينا نحن. قول لهم شوفوا لنا حل، اعملوا لنا حل، شوفوا لنا مش كما رسمينا. والله واحد من الناس مسامحك، خرجني من البلاد، اقسم بالله نخرج منها لا عاد نرجع لها. هاني خدمت بلادي 10 سنين بقلب ورب، خدمها 10 سنين بقلب ورب، ومشني مسامح جماعه اللوبيات، منهم جماعه الاتحاد، ومنهم الحكومات المتعاقبه، من الحبيب الصيد وانت راجع للفخفاخ اللي من 2015 وارجع والشاهد واللي جاي، حتى اللي جاي كيف امراه نفس الحكايه، يمشي ديسكور يعاودوا فيا من اول جديد نفس الحكايه. مش يجي يقول لك ما ثماش فلوس في الدوله، ما ثماش فلوس علينا نحن الزواوله، هما عندهم الفلوس، ناس عندها، ناس وتله كراهب مضخمه، ناس لابسة كل شيء صيني، اما الزوالي ما عندهمش حق، زوالي ياكلوا العفس في تونس، تو الزوالي ياكلوا العفس. جيت تكلموا يقول لك راك حظيرة، عارفك يقول لك حظيرة اللي حتى في الكورونا نتاع 200 ألف للناس اخذتها جماعة الحظيرة ما اخذوهاش، قال لك موظف، عبارة موظف، موظفين احنا في الدولة موظفين تحت الحيط، موظف تحت الحيط، موظف تحت الحي، مش تمشي الكونكور لا خاطر عندك سي ان اس اس، مش تمشي تخدم خدمه اخرى يتبعوك، مش دبر في راسك منه ومن يتبعوك. تعرف ايش عاملين لينا؟ عاملين لينا الموت البطيء، قطره قطره تموت، عرق بعد عرق يقتلوا فينا، عرق بعد عرق. نحن 44000 يقتلوا فينا عرق بعد عرق، 29000 معنيين بالترسيم يقتلوا فينا عرق بعد عرق. يقول لك ما نعرفش نومبر قديش، اما يعرفوك يموت تقص الشهريه في نهار، يموت ولا تجرى له حاجه يتقص، اما ما يعرفش النومبر، يحكيك على الوطنيه. انا تونس كرهت خطر مضطهد بالرسمي، كرهت بلادي. تو كان يعطوني فيزا حتى نيجيريا الكامرون نمشي، هاهما نمشي غادي نرتاح، نمشي عبيد لبلاد الناس ولا نبقى عبيد في بلادي، عبيد. قداش تخدموا من ساعة في النهار؟ 8 سوايع، أنا نخدم في 8 سوايع، ثمن يخدم في 12 و8 سوايع.
وتخدم نخدموا في البوستيات الكل. ما ثمش بوست من الفرملي للعساس للموظف للكاتب للقايم، كل شارع، كل اصحاب شهاده عليا، اصحاب شهاده عمليه، كلها على بعضها. مش شنو مستواك التعليمي انت؟ انا مستواي باك بلس ان، هذا متخرج. ثم سادس ابتدائي، مش معناها راهم عامل حظيره، مش كلها ما عندها مستوى، ثم مستويات. خليني نعرف مستوى التعليمي ميسي. انا عامل سبور، فري سبور. بون باش نحكي لك على تونس بصفه، عامه، تونس يحكي لك على الوطنيه ويحكي لك على الديمقراطيه ويحكي لك على البوليتيك في تونس. بون بعد الثوره الناس كلها تفهم بوليتيك، قبل بن علي الله يرحمه، ادعوا له بالرحمه، كانوا ثلاثه طبقات، توا ولا طبقتين، توا النبلاء والفقراء. حاب نفهم حاجه بركه، حاجه بركه بالحق، وراو يكذب عليك، اي مواطن يعرفها هذه. تونس شنو عامل مزيه على مواطن؟ حاب نفهم انا. يقول لك مجانيه التعليم، قرينا بالفلوس. مجانيه النقل، نقلنا بالفلوس. مجانيه الصحه، بالفلوس. هي شنو المزيه اللي عملتها علينا تونس؟ حاب نفهم اسكو ثم قانون سحب جنسيه؟ مش كره في الوطن، راو احنا الشعب وطنيين. شوف مانيش نحكيك على الفقراء زاد، الوطنيين لهنا يبان هو شعب زوالي. راه باش نحكيك حاجه، وابقى استنى انت يا دجاج حتى يجيك القمح من باجي، واضحين ولا؟ نزار قباني قال عليه الشعر، عرفش نجبدوا الموتى توا. محمود درويش هكا ولا قال عليه الشعر، تغنى بها فريد الاطرش هكا ولا؟ هي ويني تونس؟ قبل صحيح قبل كانت تونس، ما عادش تونس بالحق. من السياسه اللي يخدموا بها ومن الكذب بالحق، كذب سميه كذب. بون السياسه راهي كله كذب، فهمتني؟ كاوش باش تحكي بالله؟ باش نحكي بالله؟ براس امك عباد حرقت وشباب حرقهم، بعد يقول لك حاجتنا باولادنا بالحق. كما كان يحكي السيد موت البطيء بالحق، وين الخدمه؟ اعطينا في الدستور، احنا نطالبوا بالخدمه. مانيش نحكي لك على متخرج ولا بطال، بالدستور حق كل مواطن، مواطن العمل، خدمه هكا ولا؟ يعطيني خدمه، خدم. وتحكي على الفقر وتحكي على الواحد وبلاتويت وكذا ولي جون كرافاتي ويطلع لك وكذب سياسي، اش معناها هذه؟ خت تستهزوا بالشعب ولا شنو؟ الناس كلها تفهم، راه الناس كلها تفهم. اكثر شيء من نحكيك، راني حكيت قداش من مره في التلفزه هذه وحكيت. شوف اكثرش من تصوري انت دكاتره شوف قداش قراره، دكتور وعامل اعتصام وعامل ضرب، ويحكي لك على هجره الادمغه، واضحين ولا؟ يحكيك على طبه مشات لبرا ما جاتش حظها لهنا في اوروبا، يعطوهم حقوقهم. لهنا في تونس عندك واجبات والحقوق ما فماش، واضح ولا؟ اللي هو الحق يفتك ولا يهدى. وانا عبد من الناس، انا كمواطن حقي باش نفكه من فم سيد بالقوه، بالسياسه في تونس حقي نفكه. وهذا ميساج للناس الكل، للشعب الكل، للسياسيين الكل، راهو حقي نفكه ولو ميت. قلت لي خيتنا فهمنا عملنا كل شيء، خيتنا فهمنا عملنا مشانق، رشينا روحنا بالليسانس و لهنا حتى تموت، ما مش فيك برا موت. من الاخر احنا نزيدوا في العدد في الشعب التونسي، نحن معناها مش بشر، نحن عداد الموت، عباره كل ليزينيمون تكمل بها في البيت، مش حاسبنا بشر معاهم. نكملوا فيهم نحن 44,000 نكملوا في الشعب التونسي. خيطنا فهمنا، عندي الوثائق اللي انا خيطت فمي، واللي انا خنق عملت سلسله وعامل ماشنج، واللي انا صبيت على روحي ليسونس. مشي انا طفله معانا مراه خيطت فمها، عندنا شكون جاب ولاده معتصم معانا بولاده. الظلم وقت اللي تحس بالحق بالظلم والقهر، خليني نقول شيء هذا يخليك تكره حياتك وتوصل تتخلى عليها بأي طريقة؟ الظلم ما باش بيها ربي العباد. الظلم راهو خاصة الظلم والاستعباد والذل. سي واحد تسكر في مخه، ما عادش يفكر في حد شيء، وقتها لبسوا شيطاء، ما عادش تفكر في شيء، يفكر يخلي واحد يرتاح الوقت هذاك، وبعد ربي غفور رحيم.
شديد العقاب نقوله. أما غفور رحيم يعرف ربي علاش واحد شنق روح، مش من فراغ شنق روح، راه مش من فراغ واحد حتى كي يشنق روح ولا يقتل روح مش من فراغ. قلت لي من مكثر؟ من مكثر. شنو تعملوا في تونس؟ معتصمين. احنا عنا تو بريسك شهر ونص معتصمين في ساحة محمد علي، علقنا اعتصام 4 أيام الخمس أيام تاع العيد، بريسك عيد وواحد روح عايد، ورجعنا الاثنين قبل الفيت نهار ثلاثة، نهار ثلاثة في الشهر لليوم. ما جاكم حد؟ شكون باش يجيك؟ يجيك الطبوب يصبح خير. والله غايظين غايظين والله، تعبوا في رواحكم، حكومة ما ثماش والله غايظين. تي برو روحوا كان شكل حكومة تنشوفوكم حل كل ديما ويقولك وعد الحر دين. وين وين الوعد؟ وين الدين نتاعك؟ خلصنا ديننا، اعطينا نتاعنا هذاك نتاعنا، اعطيني حقي، اعطيني حقي، 10 سنين مضطهد اعطيني حقي. يقول لك وعد الحر دين، وكله سياسه، حتى في الاتحاد سنو الدين طبوبي يخدم في السياسه، يقول لك مناخ اجتماعي مرتبط بالمناخ السياسي. اش دخلني مالي مال سياسه؟ انا نخدم في دولتي، اعطيني حقي، اعطيني امتياعي، اعطيني كرامتي، كرامتي كي تعطيني حقي تعطيني كرامتي. انا ما دخلنيش في مناخ سياسي، ضربوا في بعضكم، تاكلوا بعضكم، تحرقوا بعضكم، ما دخلنيش. انا حاجتي بحقي، ما حاجتيش لا كرسي ولا حاجتي بحد شيء، حاجتي بحقي. انسان يحب يعيش، يحب يحس بروحه اللي هو تونسي في بلاده، اللي هو ما ياخذ حقه في بلاده. احنا ما عندناش حقوق، عندنا واجبات في تونس، وربي يهديهم، والله ربي يهديهم. بالله بالله ما تنجموش البلاد سيبوها، الناس الكل ما تنجموش تخدموا في البلاد هذه سيبوها، سيبوها ولا سيبوا الشباب، خليه يمشي الشباب يسرح لفرنسا لايطاليا لاسبانيا، يمشي يسرح سيبوها البلاد، خلي الشباب يرحل. خليكم انتم وحدكم احكموا بعضكم، البارتا عملوا لبعضكم واحكموا بعضكم وتتعيشوا عيشة فل وحدكم. خلونا نحن شباب السبعة والثمانية ملايين نمشوا وعيشوا القراريم وحدكم، لهنا القراريم مش شياب أكل فقراء، شياب لاباس عليها. نقولوا نحن شادين المجلس وشادين الوزراء وشادين رؤساء محاكم، هذوكم هم اللي عايشين، أما الشعب القليل الزوال مش عايش في الظلم، عايشين في الظلم. هما عايشين وتلة، أهل الكهف، إحنا أهل الكهف، هما عايشين وتلة وفواياجيت ولد فلان وكرهبة فلان ومتاع فلان، نحنا مش عايشين. نحنا نكملوا في ملخص الحوار نتاعنا، نكملوا في 12 مليون تونسي، نحنا 6 ولا 7 ملايين، مش 6، نحنا 10 ملايين، نكملوا فاك 2 ملايين لاباس عليهم في تونس. هذه آخر لحظة.